من هو بوريس باسترناك الذي احتفل به جوجل اليوم؟ احتفى محرك البحث جوجل بالذكرى 131 لميلاد الكاتب والشاعر الروسي الراحل بوريس باسترناك، الذي ولد في مثل هذا اليوم من سنة 1890 وتوفي سنة 1960 بعدما ترك مجموعة من الكتب والروايات لم تكن بعيدة عن عالمنا العربي، حيث شارك أحد الفنانين المصريين في بطولة أحد الأفلام المأخوذة عن إحدى سيراته. ولد باسترناك في موسكو لأب كان رساما متميزا وأستاذا في معهد الفنون، أما والدته روزا كوفمان فكانت عازفة بيانو مشهورة. ونشأ بوريس في جو عالمي منفتح على مختلف الثقافات، وكان من زوار والده الدائمين سيرجي رحمانينوف، ريلكا، وليو تولستوي وغيرهم. دخل بوريس كونسيرفاتوار موسكو سنة 1910، لكنه سرعان ما ترك الكونسيرفاتوار ليدرس الفلسفة في جامعة ماربورغ. ورغم نجاحه الدراسي، إلا أنه رفض أن يعمل في مجال تدريس الفلسفة وترك الجامعة سنة 1914، وهي نفس السنة التي أصدر فيها ديوانه الأول. من أشهر أعماله والتي ذاع صيتها كثيرا رواية الدكتور جيفاغو. هذه الرواية يصنفها البعض على أنها سيرة ذاتية في جزء منها ورواية ملحمية في جزئها الآخر، وقد تم تحويلها إلى فيلم قام ببطولته الفنان المصري عمر الشريف والممثلة البريطانية جولي كريستي. وقام موريس جار بتأليف موسيقاها التصويرية. حصد الفيلم 5 جوائز أوسكار، ويعد ثامن أنجح فيلم على مستوى شباك التذاكر العالمي. في سنة 1958 منح بوريس باسترناك جائزة نوبل للآداب، لكنه رفضها ليتوفي بعد ذلك بعامين في 30 ماي 1960، ولم يحضر جنازته سوى بعض المعجبين المخلصين.